بدنا نعيش ناسين. يعني أنا حرب كبير، يعني قلبي علق من هالشوق. أطول مرضى السنه ما طلعت لبرضه استنفعت لو كان بعشر ليرات. إلي نازحة 4 سنين، وقبل أمي كانت تنسج هالقش هذا. قمنا تعلمنا منها وشلون تشتغلوا، قمنا أعطينا فكرة. أمي راح دورها، قمنا صرت أنا صرت أشتغله، أخذت الكار منها، صرت أنسج قش، صرت أنسج نايلو. نروح على هالقش على هالتشور نجيب قشنا حصير، قشنا تبع حنطة نقصله وننقعه بالمي ونقعد نشتغله. نساوي نسفات، نساوي ربابي، نساوي جوانا صغير ولا وقت لحد بيعطينا بنسج، ما حد بيعطينا هيك بعمل لهالبيت لهالوليدات تفرحون. ايش بدنا نساوي؟ هيك الله كاتب علينا. بيعطينا بالآجار بنسوج النسفي 500 ألف، ها عدور قبل هلق بالنازحين 100 ورقة. الكبيري 100، الصغيري 50، الوسط الأصغر 25، وأنا قاعدة بشتغلهن حسب شغلي. تم يومين ثلاثة بالصغيري، بالكبيري أسبوع 10 أيام. أتمنى أرجع بلادي وعيش ببلادي، والخير كتير والشيء هذا منه كثير يعني كب، والحمد لله رب العالمين. اريد هلا قبل بكره ارجع بلادي.